يعطيك العافية. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي. عليكم بالعافية. عاد أنا أخت المعرس، أبغاك تضبطيني. ما شاء الله، ألف مبروك. ابشري يا قلبي، راح أخلي كل العيون عليك اليوم، وما تطلعي من القاعة إلا عشر حريم خطبت لعيالهم. نوف شفتي عامر؟ لا ما شفته، بس أكيد أنه مشغول، هو المعرس. دق عليه دق عليه. دقيت عليه وبوكي دق عليه ما يرد. يما أكيد مشغول، أصبر شوي ويدق عليك، لا تكبرين الموضوع. خليكي جاهزة يا أم العريس، شوي وأخلص من نوف. عامر عامر يا عريس، اصحي جوالك يدق. ايش السالفة؟ شكل زوجتك تدق عليك. اري عريس يا عيون. يا راسي ايش السالفة؟ اقول امشي انت يا ابو مدك. وين بدك؟ امشي، الباب مقفل. طيب دريشة الحين وشلون نروح بدون عامر؟ أبي أطمن على ولدي. يا رب أنت الحالة لا تشيل هم، نبي نروح ولا تسيب يجي. ألو عامر، وينك فيه؟ اسأله هو بخير وليه تأخر؟ بخير بخير، إيه بس انشغلت عند الحلاق علشان كذا ما رديت عليكم. لا 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 تقلقون، خلاص روحوا القاعة وأنا بجيكم. مع السلامة. عامر عامر انا جوعان يا عامر، ابغى اكل. ما هو بوقتك، ما تشوف الظروف انت؟ ترى الحلاق بعيد، يبغانا نص ساعه على ما بال نوصل بيتكم يا عامر. اللي حصل مو طبيعي، انا عندي احساس انه بدر هو السبب. يا عيال لا تظلمون الرجال، خلاص اخلص موضوع الزواج وبعدين بطلع من ورا الموضوع. اوكي يا ابوي الحلاق فول، متى يجي دورك؟ ابيك تخفف الشنب وتخليه طويل مع الاطراف. هاي شنب يا ابوي، انت ما انت بشايف وجهك الا كنا صحن فاضي. خير يا ابوي خير خير، صف السرة هناك. لا تمد يدك، لا تمد يدك، شو حركات المبزرة هذه؟ يقول لك حلاقتك علينا ولك هدية لزقت خشم. اصلا انا مخلص. حياك حياك حياك، تفضل. هذا نظامك. السلام، حياك والله يا هلا. هلا والله، الله يحييك. هذه والله ساعة البار. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياك والله. يا هلا يا هلا يا هلا. الله يبارك فيك. يا هلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك ما شاء الله، مبروك. الله يوفقهم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. منك المال ومن هالعيال. مو مال المعرس، المعرس هذا جاي مبلخط. يا هلا يا هلا، حياك الله. يا اخوي عامر ابطا، وين راح؟ وين راح الناس المعازيم حضروا وكل حضر له؟ الله يصلحه بس. الله يصلحه، هذه عادته دائما يحرجننا يا ابوه. طيب تبين وديك القاعة ولا خدمك بشيء؟ ما يحتاج، انا بروح بسيارتي. يلا. الله يبارك فيك. لا غريبة يا عم، المعرس وين ما وصل؟ حتى أنا مستغرب، ما أدري إيش فيه ما وصل. هي بس ما يصير كذا، لازم يكون موجود عشان يستقبل المعازيم.